إنها أكبر الغواصات، عملاق الأعماق، نمط من السفن التي تغوص في الماء بحجم استثنائي. SSBN أو المعروفة بالغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية، تمتلكها 6 دول فقط في أرجاء العالم. فرنسا لديها 4 من هذا الوحش الفولاذي بطول 138 متراً وبوزن يفوق 14,000 طن. يستغرق بناء غواصة حاملة للصواريخ الباليستية 14 مليون ساعة. الغواصة الحاملة للصواريخ الباليستية من أعظم إنجازات الصناعة البحرية الفرنسية، يستغرق صنعها نحو 10 سنوات. تضم كل منها مجموعة محيرة من التقنيات للاستخدام في محركاتها وأسلحتها النووية ومضخات الأكسجين وأنظمة المراقبة، مجموعة كبيرة من الوظائف المتركزة داخل بلدة مصغرة تحت الماء. إنها أكثر تعقيداً من محطة فضاء أو طائرة حتى. يمكننا أن نجزم بأنها من أعقد أنظمة التكنولوجيا التي صنعها الإنسان على الإطلاق حتى الآن. ما يجعل الغواصة حاملة الصواريخ الباليستية أعقد أنظمة التكنولوجيا هو تركيزها داخل حيز صغير من 3 منظومات أساسية للردع النووي، قوة ذرية استثنائية، وعليها 16 صاروخاً يزن كل منها ما يفوق 50 طناً، وهي جاهزة للإطلاق على مدار الساعة. ضعوا في حسبانكم أن على كل غواصة من هذه قد توجد المئات من قنابل هيروشيما. إنه السلاح الأقوى على الإطلاق، ويمكن القول إنه أم الأسلحة. تتمتع بتحكم ذاتي غير محدود بفضل مفاعل نووي ضخم، أحدث ثورة في عالم الغواصات. يمكنها الدوران حول العالم مرات عدة. يمكن للغواصة البقاء تحت الماء شهوراً عدة بتحكم مثالي من دون مواجهة أي صعوبة. قدرة على السبر الصوتي ومصممة بحيث لا يمكن اكتشافها، تعتمد خاصية تخفيها أيضاً على أنظمة إصغاء متقدمة جداً. إنها حرب صامتة. التحرك بصمت أولوية فيها، تحركها دائم من دون اكتشافها يمكن قاعدة الصواريخ المتحركة هذه من التمركز حيث ينبغي لها من دون الحاجة إلى ظهور على السطح. تستغل هذه المجموعة من المعارف التقنية والعلمية للاستخدام في المهمات الصعبة متخفية تحت البحار، متأهبة دوماً للرد النووي المحتمل، لردع أي عدو محتمل قبل مهاجمة البلاد. منذ العام 1972 كان هناك وجود غير مستمر وغير منقطع لغواصة نووية واحدة على الأقل تجوب مكاناً ما في البحار. من الفئة الأولى لغواصات ريداوتبل إلى أحدث جيل من فئة تريامفنت، الغواصة حاملة الصواريخ الباليستية هي الوسيلة الحيوية في الرد الفرنسي للأسلحة النووية. بصورة غريبة سيمنحوننا إذن دخول خاصا إلى غواصة حاملة للصواريخ الباليستية في قاعدتهم شديدة الحراسة الأمنية في إيل لونغ على ساحل بريست. تابعوا معنا قصة أسرار التكنولوجيا لأقوى غواصة، سلاح فرنسا في الظل. عند هذه اللفة في النفق بين جدارين أسمنتيين مدعمين، تختبئ أكثر الغواصات تطوراً على الأرض. ها هي خارج الماء في مرساها الجاف، مركبة على قفص ضخم، واحد من زوج من خزانات صيانة ضخمة مذهلة. الغواصة في الحوض الشمالي محمية داخل تجويف ضخم، ارتفاعه 35 متراً في حوض بعمق نحو 18 متراً، ويمتد بطول 170 متراً نحو المنفذ في تلك الجهة، وبعده المخرج الرئيس الذي يوصلنا مباشرة إلى البحر. رؤية الغواصة من قعر القاعدة تثير صدمة، واقفة في مرسى جاف. يلقي بدنها بثقله على قطع خشبية، ترى الحجم الكامل لأبعاد الغواصة. أمامكم منظور حقيقي لطولها كما ترون في أرضية الحوض بطولها البالغ 138 متراً، لا تزال تبدو طويلة جداً، لكنها كتلة ضخمة أيضاً، 14,100 طن من المعدن قابعة في قاع الحوض. الغواصة حاملة الصواريخ الباليستية هي من دون شك أكثر الأنواع رهبة من فئة الغواصات، بطول 138 متراً، تقارب ضعفاً ونصف ضعف طول ملعب كرة قدم. لها شكل أنبوب بقطر 12 متراً و50 سنتيمتراً، والارتفاع كذلك، ما يجعلها بارتفاع بناء من 4 طوابق. الجزء العلوي الضخم من الغواصة وعليه منصة ملاحة
يرتفع عن هيكلها بثمانية أمتار وخمسين سنتيمتراً. تبلغ سرعتها أثناء القيام بمهماتها عموماً نحو 6 إلى 7 عقدات بحرية أو نحو 12 كيلومتراً في الساعة، لكن يمكنها الوصول إلى سرعات تزيد على 45 كيلومتراً في الساعة وقت الضرورة بقوة دفع تزيد على 40,000 حصان بخاري. تزيح هذه الغواصة وزناً يبلغ 14,000 طن، ما يكافئ 25 طائرة إيرباص من طراز A380 وهي كبرى الطائرات المدنية. تنتمي إلى أحدث أجيال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية من فئة تريامفنت التي أطلقت كلها منذ عام 1997. بالنسبة إلى حوض سفن شيربورغ فإن مهمة تصنيعها مع تكنولوجياتها مهولة. يستغرق صنعها 10 سنوات ونيفا منذ بداية بنائها مع الدراسات التفصيلية المرافقة لها إلى التجارب البحرية وحتى إرسالها في مهمات. بمصطلحات تقنية بحتة، إنها بلا شك واحدة من أعقد المنظومات التقنية التي صنعها الإنسان على الإطلاق. يستغرق صنع غواصة حاملة للصواريخ البالستية 14 مليون ساعة وتحتوي على 1,000,000 قطعة. بالمقارنة يستغرق صنع طائرة 50,000 ساعة. لنقارن 50,000 ساعة ب14 مليوناً و100,000 قطعة بمليون منها. ينعكس حجم المهمة في التجميع الجديد للوظائف المعقدة التي يجب الزج بها في حيز صغير داخل الغواصة. تقسم الغواصة الحاملة للصواريخ البالستية إلى 3 أجزاء رئيسة. في طرفها الأمامي حجرة معيشة الطاقم وقمرة القيادة. يحتل القسم الأوسط مخزناً يتسع ل60 صاروخاً نووياً، والقسم الخلفي مخصص لآليات الدفع. كشفت نظرة من كثب على امتداد ممرات الغواصة عن وجود 7 أقسام متميزة من مقدمتها إلى مؤخرتها. ممنوع دخول القسم الخلفي، فهو مخصص لمجموعة من الموظفين الذين يتعرضون للنشاط الإشعاعي من المفاعل النووي. تخزن في القسم الأمامي الأسلحة التقليدية للغواصة، وتتألف من الأسلحة الدفاعية مثل التوربيدات التي تطلقها تحت الماء كهذا النوع المستخدم للتدريبات. الأنبوب الأول جاهز. أطلق الأنبوب الأول. علم جاهز للإطلاق. يدفع واحد من 4 أنابيب التوربيد، وخلال عمله بعد الإطلاق يواجه بسرعة 100 كيلومتر في الساعة نحو هدف على بعد يقارب 50 كيلومترا. انتباه، أطلق الأنبوب الثاني. انتباه، أطلق الأنبوب الثاني. يمكن للغواصة الحاملة للصواريخ البالستية أن تمزج بين قوتها النارية وصواريخ إكسوزيت SM-39 المضادة للسفن التي تطلق على علو منخفض قريب من سطح الماء نحو أهداف على بعد 100 كيلومتر. بعد التوربيدات مقر معيشة الطاقم. بوجود مطابخ ومطاعم لخدمة 100 ملاح ومستشفى ميداني يمكن تكييفه ليتسع لإجراء عمليات جراحية مع سلسلة من المقصورات المجاورة لمقر الضباط والقادة. في قاعدة القسم الرئيس ناتئا عن جزء من الهيكل، دماغ الغواصة، قمرة عمليات الملاحة والقيادة، حيث ترسل الأوامر من قلب ظلام. ليتجه الطاقم إلى مواقعه. ينفذون مناورات ملاحية ويستقبلون البيانات من أجهزة سونار متنوعة. تتوزع القوة النارية للغواصة حول القسم الخلفي منها مقصورة الصواريخ. تقسم إلى حجرتين مهيبتي المنظر، في كل منهما 8 قواعد إطلاق صواريخ نووية، وبين مقصورتي الصواريخ حجرات المحركات لإنتاج الأكسجين والهواء المضغوط. أخيراً منطقة الدفع التي تحتل القسم الخلفي كله من الغواصة، حيث حجرة المفاعل النووي محكمة الإغلاق في صندوق بجانب مراوح دفع الغواصة. تعد هذه الهيكلية الفائقة التقنية الميزة الرئيسة للقوة النووية الفرنسية التي مهمتها أن تظل مختبئة في المحيطات لتتمكن من إطلاق هجوم نووي بأوامر من الرئيس. منذ العام 1972 كان هناك وجود غير مستمر وغير منقطع لغواصة نووية واحدة على الأقل تجوب مكاناً ما في البحار. ثمة ما يشبه بعداً مقدساً لقوة الردع النووية، قال فرانسوا ميتيران أنا الرادع. تعد الغواصة الحاملة للصواريخ البالستية رمزاً فعالاً يروج له رؤساء الدول كدليل على قوتهم. أحد الأعمال الأولى للرئيس المنتخب أن يظهر بجانب غواصاته الحاملة للصواريخ البالستية، إنه طقس عمره أكثر من 50 عاماً. والآن اللحظة الحاسمة.
عملية الإطلاق وتعطى الإشارة. في 29 من مارس 1967 في شيربورغ يستعرض الرئيس الفرنسي شارل ديغول بفخر أحدث ابتكاراته ليراه الجميع أكبر غواصة في العالم ريدو تابل، أول غواصة حاملة للصواريخ الباليستية في فرنسا تعمل بالطاقة النووية ومسلحة ب16 صاروخا برؤوس حربية نووية. في هذا اليوم من الاحتفالات الوطنية يرى الناس للمرة الأولى هذا العملاق الفولاذي الباهر بطول 128 مترا وبارتفاع 10 أمتار و60 سنتيمترا وبوزن أكثر من 8000 طن. حقيقة أنها لم تطلق من قبل سلاحاً بهذا الثقل أظهرت اهتمام الحكومة بغواصة من هذا النوع الضخم والمتميز. من مخطط بنائها الأولي إلى مرحلة إطلاقها مرت 7 سنوات وعمل على بنائها 1000 شخص. عدت غواصة ريدو تابل حينها أعظم إنجاز تكنولوجيا في الصناعات البحرية الفرنسية. بإطلاقها عام 1967 نالت شهرة إعلامية كبيرة، وكانت بالنسبة إلى فرنسا دليل إعادة تأهيل مؤثرا بعد صدمة الحرب العالمية الثانية. بفضل غواصتها الحاملة للصواريخ الباليستية تمكنت فرنسا من أخذ دورها على رقعة الردع النووي. إنه يوم مهم جداً كما يعلم الجميع، مهم جداً من أجل استقلالنا. تحيا فرنسا. وضعت حكومة تلك الفترة جميع ملحقي الدفاع في الصف الأول، أعني ملحقي دفاع الدول التي رغم أنها لا توصف بالمعادية كانت عدواً. كانت الكتلة السوفيتية كلها موجودة، والرسالة المطلوبة موجهة إليها. الأسلحة النووية سلاح سياسي وليست معدات عسكرية، ليست سلاحاً تستعمله في الحرب، بل يلعب دوراً جوهرياً في منطق الردع بين القوى العظمى. سمح الاحتفال في شيربورغ لفرنسا في عهد ديغول بأن تعلن استقلالها الجديد في حضور كوكبة كبيرة من الأمم تحت معيار الغواصة الحاملة للصواريخ الباليستية، السلاح الأقوى المتمثل بعملاق القوة النووية غواصة ريدو تابل، مفهوم نشأ في الخمسينيات بفضل التفوق في الطاقة النووية. استخدمت بداية كغواصة دفع، وهكذا كانت غواصة نوتيلس التي أطلقها الأمريكيون عام 1954 ثمرة تطوير استمر 10 سنوات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت لدينا مراكب تغوص وتحمل التوربيدات، أي سفن ضمن أسطول تمضي معظم وقتها على سطح الماء، تغوص فقط لتفادي قوة معادية أو لتستخدم عنصر المفاجأة عند تدمير هدف معاد. لما كانت ثورة؟ لأنها منحت الغواصات قدرة تحكم ذاتية لا محدودة، أو على الأقل درجة عالية جداً من التحكم الذاتي، ما يسمح لها بالبقاء مغمورة في الماء فترات طويلة من الزمن، بينما كانت مضطرة للخروج إلى السطح لشحن البطاريات باستخدامها محركات الديزل. تضاف إليها وللإمكانية غير المحدودة في التحكم الذاتي تحت الماء الصواريخ النووية. مجدداً وجه الأمريكيون الضربة الأولى بناءً على تجربتهم بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في أغسطس من العام 1945. جمع المهندسون الأمريكيون التكنولوجيا لتسليح الغواصات بها. التحدي الذي تجاوزوه هو تصغير حجم هذا السلاح. حين تفكر في ضخامة حجم القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، فقد كان النجاح في صنع رأس حربي يمكن تركيبه على صاروخ مهمة معقدة للغاية، لكنه فتح مجالاً لمنظومة أسلحة جديدة، وأقصد هنا سلاح الغواصات الحاملة للصواريخ ذات القدرة النووية الهائلة. بدأ عصر الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية بإطلاق الأمريكيين غواصة جورج واشنطن عام 1960، مهمة سرعان ما قلدها الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة. في مواجهة خلفية توترات الحرب الباردة، أضعفت خيبات الأمل في الحرب العالمية الثانية فرنسا، فكانت تواقة لاستعادة موقعها المستحق إلى جانب القوى العالمية العظمى. 5، 4، 3، 2، 1، إطلاق. 13 فبراير عام 1960 بعيد 7 صباحاً جرى تفجير أول قنبلة ذرية فرنسية في قلب الصحراء الكبرى عند مختبر ريغان. شاهدتم أول انفجار نووي فرنسي. بعد 20 سنة على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، اصطفت فرنسا إلى جانب حكومات أكثر الدول نفوذاً في العالم.
ضمن لها ذلك متابعة برنامج التطوير النووي الذي توجته بصنع أول غواصة حاملة للصواريخ الباليستية ريدوتابل. قاعدة العمليات في إيل لونغ منطقة فائقة الحماية الأمنية في مساحة أقل من كيلومترين مربعين على ساحل بريست، أحد المراكز العصبية لقوة المحيطات التابعة لفرنسا. هنا قاعدة غواصات فرنسا الأربع الحاملة للصواريخ الباليستية. كل صباح ينزل هنا نحو 2500 شخص من العسكريين والمدنيين ليعملوا ممثلين لقرابة 300 شركة، والموقع خاضع لمراقبة مكثفة. إنه أحد أكثر الأماكن سرية في شبكة الدفاع الوطنية. الجزيرة معزولة عن العالم الخارجي، حال دخول إلى هنا ممنوع إجراء اتصالات شخصية، والتنقل بين المناطق الحساسة والأماكن المحصنة المتعددة منظم بصرامة. لا يستطيع الناس المجيء إلى الموقع والخروج منه كما يشاءون، في بعض الحالات ممنوع دخولهم وخروجهم مطلقاً. الهدف الوحيد السرية، وتطوير وصيانة عمالقة الأسلحة النووية للبلاد. يؤمن الحماية في القاعدة 120 من بحرية خفر السواحل ونحو 300 من مشاة البحرية على مدار الساعة، مع مراكب بمحركات مزودة بأسلحة تجري دوريات دائمة إلى جانب دوريات راجلة أو راكبة تجوب القاعدة نفسها. أعدت الحكومة الفرنسية موقع إيل لونغ منتصف الستينات خصيصاً لأولى غواصاتها الحاملة للصواريخ الباليستية ريدوتابل، وكان في ذلك الوقت أكبر موقع بناء في أوروبا. لاحتواء ريدوتابل ومثيلاتها من الغواصات يجب إنشاء أبنية من نوعية جديدة. كانت الأمة كلها تدعم هذا المشروع العملاق بوجود 1500 عامل يعملون يومياً في الموقع، حيث تصب 3000 طن من الأسمنت وأكثر من 6000 طن من الحديد لتغطية الحوضين المحفورين في الصخر الصلب. يوازي 6000 طن من الفولاذ وزن برج إيفل. مع إبقائه سرياً، يضج هذا الموقع بالنشاط اليومي لضمان عمل الغواصات بشكل دائم. لدى العودة من مهمة اعتيادية مدتها 70 إلى 80 يوماً في البحر، يجب أن تخضع الغواصة النووية الحاملة للصواريخ الباليستية للصيانة في أحد الحوضين الضخمين. تخضع الغواصات الأربع لسلسلة عملياتية صارمة، بينما تجوب إحداها الأعماق. تخضع أخرى لصيانة طويلة الأمد لإعادة تجهيزها، ينفذ ذلك كل 10 سنوات ونيف. في تلك الأثناء تكون غواصة أخرى على أهبة الاستعداد، إما في المرسى وإما تنفذ تدريبات. الغواصة العائدة من مهمتها تجمد حركتها قرابة 7 أسابيع في قاعدة إيل لونغ للصيانة قصيرة الأمد. حتى في المرسى الجاف يجب أن تخضع وظائف الغواصة الحيوية للصيانة بوجود الطاقم عليها للعمل إلى جانب فرق الصيانة. يعبأ نحو 500 شخص لهذه العمليات، من أصغر صمام كهربائي إلى أثقل الآلات. 1,000,000 قطعة في 300 كيلومتر من الكابل بحاجة إلى العناية بها. لهذه الغاية توصل الغواصة بالكهرباء في الماء البارد كأنها تجري تقطيراً وريدياً. بما أن الحوض جاف، تسحب منظومة من الأنابيب مياه البحر الخارجية وتدورها لتزويد أجزاء الغواصة المتنوعة بها، بينما تركب مبردات كنظام التبريد في الثلاجات. هذه مثلاً ثلاجة، لكن خلافاً للأجهزة المنزلية لا تحتاج إلى الهواء، تحتاج هذه لمياه البحر. نعلقها هنا لجعل حرارتها 6 درجات مئوية مقترنة بمياه البحر. يبقى الجزء الأكثر حساسية في حجرة المفاعل النووي، وهو مركز الاهتمام. بينما لا يمكن تحريك المفاعل لإجراء الصيانة المتعددة له، فهو مراقب من كثب. يوجد قلب المفاعل النووي في هذه المنطقة المظللة. هناك إشارة تحذير واضحة ليحافظ الناس على هذه المسافة وألا يقفوا بجانبه، لأنه يبعث إشعاعات. لتفعيل عمليات التحكم في المفاعل النووي وأعمال الصيانة المنفذة خلال الأسابيع 7 المنصرمة، تجري الغواصة ما تسمى جولة المرفأ. هيا ارفع المنظار. في هذا التدريب تبحر الغواصة بطاقمها كما لو كانت في مهمة لمدة 2 أو 3 ساعات حول مرفأ بريست، لكن على السطح وليس تحت الماء.
انتباه للجميع، انتباه للجميع، ليستعد الطاقم لتحرير صبورة الموازنة بالعد 5 ثوان. استعدوا لتحرير صبورة التوازن. أثناء فترة الاختبار، أكثر جزء حساس من تدريب الغواصة إخراجها من مرساها في المرفأ. الوضع جيد، حول. تعني أبعادها الاستثنائية أن كل مناورة في حيز محدود معقدة للغاية، لهذا مطلوب استخدام 7 عمليات شد وسحب للمساعدة. بوزن 14,000 طن للغواصة ومروحة دفع ودفتي قيادة صغيرتين لتبحر خلسة، وليس بالضرورة للدفع على السطح، تكون أقرب إلى لوح صابون منها إلى سمكة قرش، لهذا نستخدم 4 حبال شد لمساعدتنا في المناورة لضمان أننا في مأمن خلال حركتنا في المرفأ. اتصال بالبرج. تفضل، أنتظر التحديث. نحن حالياً. ما السرعة الحالية يا سيباستيان؟ 3 عقد ونصف العقدة كأقصى حد. حسناً، خفف إلى 2. يتم العمل على ذلك. اختبار قوة الدفع هو النشاط الأساسي لهذا التدريب في المرفأ في قسم البرج والقيادة. تجري مراقبة حثيثة لحجرة المفاعل النووي التي فحصت حديثاً في قلب الغواصة. نحن نفحص اليوم ما إذا كان كل شيء يعمل بصورة طبيعية في البحر. الغواصة الآن في حالة تحكم ذاتي ولم تعد معلقة بالمرسى، ما يسمح لنا بفحص نظام الدفع إن كان يعمل بشكل طبيعي. نختبر حالات القيادة حول المرفأ وننفذ سرعات متنوعة صعوداً ونزولاً لضمان أن كل شيء على ما يرام ويعمل بصورة صحيحة. عليها كما في المرسى الجاف يظل قسم المفاعل النووي منطقة عالية الحساسية. التصوير هنا ممنوع لضمان السرية والأمن. لدينا هذا الباب محكم الإغلاق لمنع دخول الماء بين المنطقتين الوسطى والخلفية، لا يسمح بدخول الجميع، تحتاج إلى إذن خاص لعمليات قياس كميات الإشعاعات، وهي إجراءات لقياس كميات الإشعاعات التي نتعرض لها خلال عمل المفاعل النووي. الإشعاعات الزائدة التي نتعرض لها على الغواصة خلال دورتها منخفضة جداً، ما يتعرض له معظم أفراد الطاقم أثناء دوريات الغواصة خلال سنة يكافئ التعرض لأشعة سينية طويلة الموجة. في الحقيقة المفاعل داخل مقصورة مخفية بين أنابيب وأعمدة ضخمة. يحتل القسم الذي يحوي المفاعل النووي داخل الجزء الموجود فيه من الغواصة، ويعمل هذا المفاعل بوقود اليورانيوم. المفاعل على الغواصة أشبه بمحطة طاقة نووية مصغرة، يتكون من وعاء داخله قلب المفاعل، ويحدث في قلبه الانشطار النووي حيث تنقسم النواة الذرية محررة الطاقة الناجمة عن اليورانيوم. يسخن التفاعل الوقود فينتج طاقة كبيرة، وهذه الطاقة تحول بعد ذلك إلى بخار، وهو ما يعطي للغواصة طاقتها وقدرتها على التحرك. يشغل البخار عنفة مولد يزود الغواصة بالكهرباء كما تفعل محطة الطاقة النووية تماماً، إضافة إلى أن البخار يغذي العنفة التي تحرك دوران خط المحور المتصل بمروحة الدفع، وهي الوحدة العالية الحساسية المسؤولة عن دفع الغواصة. المفاعل مصغر الحجم ليكون أصغر بأضعاف من محطة طاقة نووية التي عادة ما تكون وحدة تنتج 900 أو 1300 ميجاوات، ومصممة لتوفير الطاقة الكهربائية لمدن ومناطق كاملة. 0.5 سنتيمتر فقط. للحصول على فكرة عن المفاعل المصغر على الغواصة، يقدر أن نحو 150 ميجاوات يمكنها تأمين حاجة مدينة وسطية الحجم تأوي قرابة 200,000 نسمة، بينما تتطلب الغواصة 100 شخص فقط من الطاقة. لدعم حاجة 120 شخصا أسابيع عدة بتحكم ذاتي، يجب إنتاج كهرباء وأكسجين ومياه للشرب، وأن نتمكن من الطهو للطاقم. يتطلب جعل هذه البلدة الصغيرة تحت الماء ذاتية التحكم تماماً، إنها عملية تقنية معقدة. إذا لم تصعد الغواصة إلى السطح لتجديد مؤوناتها من الهواء، فيجب إيجاد طريقة لتوليد الأكسجين عليها لجعلها قابلة للعيش على أعماق 300 متر خلال رحلاتها الطويلة. في البداية حال غوصها يكون عليها أكسجين كاف للطاقم قرابة 48 ساعة.
منذ بدء الرحلة يبدأ مولدا أكسجين العمل محولين ماء البحر إلى غاز صالح للتنفس. إن هذه العملية بسيطة، تكهرب الماء في خزان بقطبين كهربائيين، ينتج طرف الهيدروجين والآخر ينتج الأكسجين. إذا تضرر قطب يرشد استهلاك الأكسجين بمنع ممارسة الرياضة مثلاً. إذا اقتضت الحاجة يمكننا إخبار أفراد الطاقم بأن يستلقوا عدداً من الساعات لتخفيف استهلاك الأكسجين ريثما تحل المشكلة ويعاد مفاعل توليد الأكسجين إلى الخدمة. تتجه لوجستيات الغواصة الحاملة للصواريخ الباليستية نحو ثنائية إلزامية بالبقاء حالة انقطاع النفس بأعماق المحيط من دون الصعود إلى سطح ثانية ما يؤثر في شتى أشكال الحياة عليها. لا يتوقف عمل الغواصة على المفاعل النووي، يمكنها الدوران حول الأرض مرات عدة. شيء واحد يحد من تحكمها ذاتي هو مؤونة الغذاء التي عليها. يمكننا بسهولة البقاء تحت الماء في حالة تحكم ذاتي مثالية شهوراً عدة. بنيتها التحتية مصممة لضمان قدرة الطاقم على التحكم الذاتي بلا أخطار. في مهمة تقدر مدتها بـ70 يوماً، يحمل من 15 إلى 16 طناً من الغذاء لإطعام نحو 120 شخصاً، غرفتان باردتان، واحدة بحرارة 4 درجات مئوية للمنتجات الطازجة، والأخرى بحرارة 20 درجة تحت الصفر للمدخرات. نخزن هنا اللحم والسمك والخضار المجمدة، وتبقى مساحة بسيطة لإضافة منتجات قد تكون مفيدة في مناوبتي، لكن من دون تغيير في بقية المخزونات. المقاومة البشرية نفسياً وجسدياً حقيقة حيوية في ضمان قدرة الغواصة على التخفي، وهي مهمة ناجحة تعتمد على منع أي حوادث مرتبطة بصحة الطاقم. الهدف تجنب أي حالة طارئة قد تجبر الغواصة على الخروج إلى السطح. بأعمار متوسطها 29 سنة، هؤلاء البحارة الشباب يخضعون لفحوص طبية وقائية قبيل مغادرة الغواصة. حالما تصبح في البحر، يساعد الطبيب عليها في رعاية ومعالجة أي حوادث طارئة أو مشكلات صحية تنشأ أحياناً. المستشفى المصغر مسؤولية كبير المسؤولين الطبيين. يجب تشخيصي، فنفحص الدم والتصوير الطبي والتصوير بالأمواج فوق الصوتية لتشخيص حالة من التهاب الزائدة الدودية مثلاً. تتوافر عندها غرفة عمليات محتملة على الغواصة. في الحالات الأشد خطورة يمكن أن يطلب المسؤول إجلاءً طبياً. عند ذلك تجبر الغواصة على الصعود إلى السطح لإجراء الإجلاء بواسطة حوامة. واضح أن حادثة كهذه تشكل أقصى ما يخشاه طاقم الغواصة. في سيناريو كهذا تعد المهمة إخفاقاً جزئياً، لأن الغواصة الحاملة للصواريخ الباليستية ستخسر مهمتها كسلاح خفي. باستثناء الحوادث النادرة التي تتطلب الإجلاء الطبي، يمكن لهذه الغواصات البقاء تحت الماء فترات طويلة. للتحرك إلى موقعها لإطلاق الأسلحة النووية من دون كشفها، عليها التزام قد يبدو غير متسق مع أبعادها بأن تظل غير مرصودة طوال الوقت. يفترض ألا تصدر الغواصة أي صوت. نحن مهووسون بذلك، لأننا نعلم أنها الوسيلة الوحيدة لكشفنا في الأعماق. ينتقل الصوت عبر الماء من دون أن ينقطع، خلافاً لما يحدث في الهواء، لذا هي معركة صمت. قدرة التخفي أساسية في تصميم الغواصة الحاملة للصواريخ الباليستية. تمنح الأولوية للحركة الهيدروديناميكية، أي القدرة على الانسياب في الماء من دون اكتشافها، والبدن هو العنصر الأساسي في بناء الغواصة. بالنظر إلى الهيدروديناميكية، شكل الهيكل مصمم للسماح بانسياب الماء حولها بصمت قدر الإمكان. تستخدم مواد معروفة بطبقة كاتمة للصوت، وهي مادة مطاطية بطبقات رغوية تكسو بصورة استراتيجية أجزاء من بدن الغواصة للحد من اهتزازات الصوت. الغلاف الخارجي للغواصة مصمم للحد من نقل الصوت إلى الخارج، ولهذا خاصية الإخفاء الصوتي ضرورية للغاية. مطلوب من جميع المواقع إيقاف التواصل الداخلي. لهذا هناك سلسلة من منظومات التعليق في المركبة للحد من صدور الأصوات من الآلات المتعددة الأجهزة المساعدة. مضخات وعنفات ومحركات كهربائية إضافة إلى صمامات تفتح وتغلق يمكن أن تكون مصدراً للصوت الذي يجب عدم وصوله إلى بدن الغواصة.
من المهم فهم أن عدم حدوث تماس مباشر بين الآلات والأجهزة المساعدة وبدن الغواصة. هذه لوحة كهربائية لكن مكوناتها تهتز. ما لم يوقف الاهتزاز فسيحدث ذبذبات تنتقل إلى بدن الغواصة السميك. هناك فاصلان في الخلف بين المحرك والمضخة ناتجان عن اللوحات المعلقة لإمكانية حركة الأجهزة المساعدة أو لتكون حركتها حرة على الأقل، ما يسمح بكتم الاهتزازات. لا نريد لهذه الاهتزازات أن تنتقل إلى البدن ثم خارجه. لكن أصعب جزء آلي لكتم الصوت في الطرف الخلفي مروحة الدافع. هذه المروحة الدافعة الخفية والمخبأة تحت أغطيتها نراها هنا حين أدخلت غواصة ترايمفنت في الخدمة سنة 1997 تعطي قوة تزيد على 41 ألف حصان بخاري. كتمها إنجاز تقني داخل سر عسكري حصين. هذا الجهاز جبار ومعقد، واضح أنه ما لم تتوزع طاقته ببساطة عبر دفع المركب فقد يصدر عنه ضجيج، كما يمكن لعجلة أن تصدر ضجيجاً في سيارة على الطريق نفسه. سواء تحت الماء أو في مرساها الجاف، من المستحيل معرفة المزيد عن هذا الجزء. إنه مخبأ بغموض تحت المشمع الأبيض الخاص بمصنعها. والآن لن نصور مروحة الدفع ولن ننظر إليها حتى، فذلك قد يعطي معلومات مهمة عن آلية الإخفاء والتنصت تحت الماء، لذلك لن نرى المروحة الدافعة. هناك تفاصيل كثيرة بعد الأبحاث والتطوير فائقة التقنية تدخل في جعل مروحة الدفع صامتة. يجب عدم إحداث اهتزاز أو فقاعات بالماء فيما تعرف بالخلخلة الجزئية. إن مراوح الدفع السرية والصامتة للغواصات التي لدينا من أفضل التقنيات في هذا المجال. أسرار هذا الذيل الضخم مخفية بشكل جيد، لأن الصوت الناتج عن مروحة الدفع علامة أو إشارة صوتية لأي مركبة بحرية. كل من الغواصات الـ38 الحاملة للصواريخ البالستية في العالم يمكن تمييزها بالتأثيرات الناجمة عن أجهزتها الدافعة. لهذا على الغواصات الفرنسية محطات استراتيجية يفحص فيها وجود أي أصوات أو ذبذبات. حجرة إصغاء فائقة سرية لا يدخلها إلا أفراد الطاقم بإذن خاص. معذرة، لا يمكنكم دخول هذه المنطقة. المعلومات المتعلقة بالاهتزازات ومستويات الأصوات فائقة سرية ولا يمكن الإفصاح عنها. هذه محطة المشغل حيث نراقب البنية الصوتية للغواصة. في الحقيقة لدينا حساسات منتشرة على البدن أو من الخارج تمكننا من الإصغاء إلى ما يجري داخل الغواصة. حدث تقدم، ففي حقبة غواصة ريداوتابل لم نكن نغطي البدن بالميكروفونات المائية هكذا. الغواصة النووية الحاملة للصواريخ البالستية مجهزة بمنظومة ميكروفونات مائية، واحد بمقدمة البدن حيث جهاز سونار وآخر يمتد على طول الجزء الجانبي منها، يسمى اللاقط الجانبي تحت الطبقة الخارجية من البدن، إلى جانب لاقط أفقي انسحابي وهو كابل يعادل طوله أضعافاً من طول الغواصة في الخلف. بفضل هذا الجهاز يكاد يستحيل رصد الغواصة أثناء تجوالها في المحيطات، ما قد يؤدي إلى أكثر السيناريوهات التي لا تصدق. اتصلوا بي من جماعة البحرية في أحد الأيام قائلين إن غواصة اصطدمت بشيء، لكنهم ليسوا متأكدين مما يكون. قبطان غواصة ترايمفنت في ذلك الوقت، وكنت أعرفه جيداً، أخبرني أنه يظن اصطدامهم بحاوية سقطت من سفينة تجارية خلال عاصفة عاتية. اصطدمت الغواصة النووية الفرنسية ترايمفنت بالغواصة النووية البريطانية في المحيط الأطلسي مطلع هذا الشهر. إذا أخذت فقاعتين صامتتين لا تسمعان بعضهما، فمهما كانت الاحتمالات ضئيلة قد تجدان نفسيهما بمكان واحد في الوقت نفسه. وهذا ما حدث. هذا الحادث المذهل دليل مؤسف على مستوى الإخفاء العالي الذي حققته الغواصات الفرنسية والبريطانية، لأن احتمال اصطدام هذه الوحوش الصامتة العمياء ضئيل للغاية. هذا دليل على المثالية الصوتية وشيء من التناقض، لأن المبدأ الأساسي في الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية هو أن تجوب المحيطات الشاسعة في عزلة تامة. لتحقيق تلك الغاية ينصت الطاقم تحت الماء إلى الأصوات الناتجة عن غواصاتهم، كما يستطلعون البيئة المحيطة ليضعوا أنفسهم في أكثر المناطق عزلة، وهذه أيضاً وظيفة منظومة الميكروفونات المائية المعلقة ببدنها. هل هناك أي تردد؟ يجب إبعاد الغواصة عن أي تهديد محتمل، أي يجب إبقاؤها بعيدة عن أي سفينة أو مركبة قد تعترض طريقها.
وأن تبقى بعيدة عن أي تدخل محتمل في مناطق عملها بكل سرية ممكنة. لهذه الغاية في غرفة العمليات يخصص 4 مراقبين للإنصات الخارجي يستطلعون أضعف الأصوات في الأعماق. يؤدي هؤلاء 4 الوظيفة نفسها بمستويات مختلفة بدور اللاقط، ويخبروننا أي شيء اقترب منا ولو كان هناك أي خطر محدق بتمرير المعلومات إلى القائد ليعرف أين يذهب وما عليه أن يفعل. لدينا على هذا المقعد مشغل الحزمة العريضة يصغي إلى البدن والالتقاط الجانبي للصوت. أصغي إلى جميع الأصوات والظواهر في البيئة البحرية المسموعة بالأذن البشرية، أي سفن النقل التجارية والسفن البحرية. هنا مثلاً لنقل إنني أسمع صوت ناقلات نفط. هذه الأصوات لا تتطلب جهداً من حيث خاصية الإخفاء الصوتي. مراوحها الدافعة لها صوت مميز تصدر خلخلة صوتية قوية مع محركات ديزل تصدر صوتاً عالياً. لدينا أيضاً لاقط سحب أفقي جانبي خلفنا، والأنبوب ليس أكبر من ذلك لكنه طويل جداً وبعيد عن الغواصة لإبقائها بعيداً عن أصواتنا. يمكننا هذا اللاقط من الإنصات إلى ما يوجد خلف الغواصة لأن مروحتنا الدافعة تصدر صوتاً، وهذا يمكننا من التحليل المفصل لأي ظاهرة اهتزاز صوتي، وتكون مهمة خصوصاً حين تتعلق برصد وجود غواصات. يستطيع المنصتون رصد باخرة بضائع على بعد أكثر من 60 كيلومتراً تحت البحر، وإذا عجزوا عن تمييز صوتاً ما بدقة ينقل إلى أكثر المستمعين خبرة المعروف بالأذن الذهبية. الأذن الذهبية صف ضابط بحري له أذن موسيقية ممتازة، يستخدم قواعد البيانات على كمبيوتره الخاص، وفي رأسه يستطيع تمييز ما إذا كان يسمع حاملة طائرات أمريكية أو ناقلة بضائع روسية أو غواصة من جنسية معينة. يحتل صاحب الأذن الذهبية موقعاً استراتيجياً في منظومة الإنصات قد تدفع خبرته غواصة حاملة للصواريخ البالستية لتغيير مسارها حال وجود تهديد. لتعزيز خاصية الإخفاء يجب أن تضمن الغواصة أن تمضي كل لحظة في مهمتها بالعمل في مناطق الإبحار الصحيحة، لأنه في الأعماق قد لا يكون ممكناً دخول بعض المناطق بواسطة جهاز السونار من جانب بعض السفن المعادية. يجب أن تنتبه الغواصة عند ذلك إلى عدم الخوض في تلك المناطق المظللة بالأخضر، حيث يمكن لصدى جهاز السونار كشف وجودها، إذ تلعب معايير عدة دورها في هذه الحالة. حين يكون هناك تكسر في ملوحة الماء يمكنك المرور عبر ماء بدرجات متنوعة من الملوحة اعتماداً على تياراته. إيجاد طريق داخل تلك التكسرات يجعله مخيفاً. يتأثر الصوت في الماء بشكل كبير بدرجات حرارة الأجسام. في الماء نواجه درجات الحرارة على مستويات مختلفة من الانغمار، وتتغير بتغير الفصول ومناطق الملاحة. العمق أحد المقاييس الأساسية لإنجاز حالة التخفي القصوى، ما يفسر سرية هذه البيانات أيضاً. العمق الأقصى الذي تبلغه الغواصة سري لهذا نخف المؤشرات، هذا ضروري في ظل قدرتها على عدم إعطاء هذه المعلومات. وفقاً للوثائق الرسمية يفوق مداها 300 متر، من الصعب إخبار الكثير عنها لأن القانون يمنعنا من ذلك أيضاً. لا يمكننا القول إنها تغوص أعمق من 300 متر، لكن أقل من 1000 متر. ينبغي تعديل هذه العوامل المتعددة في البيئة البحرية بصورة مستمرة لتعكير المياه والبقاء متخفية وعدم الظهور على أي خريطة من خرائط المحيط. علينا ألا ننسى أن الغواصة الحاملة للصواريخ البالستية منصة لإطلاق صواريخ. أفضل مخبأ لقاعدة الصواريخ هذه بإخفائها تحت مياه المحيط. حالما تبتعد عن قاعدتها في بريست ستختفي الغواصة تدريجياً من دون أن تترك أي إشارة إلى وجهتها. يفترض أن الطاقم على اليابسة يعرف موقع الغواصة، وهذا خطأ. لا أحد يعرف مكان غواصتي،
وهذا مقصود لضمان ألا يعرف أحد أين يجدنا. هذه المعلومة سرية للغاية وغير متاحة لأي أحد على البر خلال دورية في المحيط. حال إطلاقها تحت الماء أكثر من شهرين، تجد الغواصة نفسها في وضعها المفضل، في موقع مناسب لإطلاق صواريخها البالستية العابرة للقارات بأي وقت لردع أي عدو محتمل قبل مهاجمة البلاد. الردع النووي يعني أن في إمكانك إخراجي من الخريطة وإبادة شعبي والقضاء على قوتي الاقتصادية، لكنني انتقاماً منك أستطيع ضربك بالقوة المدمرة نفسها. في حالة افتراضية لنقل إن فرنسا تعرضت لهجوم بالأسلحة النووية، أو تعرضت باريس لضربة بالأسلحة النووية من بلد آخر، ستحتفظ فرنسا مع ذلك بقدرتها على الرد لأن غواصاتها غير مكشوفة ولا يمكن اعتراض صواريخها. لذلك هذا هو السلاح الأقوى أو أم الأسلحة. الغواصة الحاملة للصواريخ البالستية رادع قوي لأنها تحمل قوة ذرية استثنائية مخبأة في مقصورة الصواريخ. تطوير صاروخ على نمط M51 يكلف ثروة، فصاروخ واحد من دون رأسه النووي يكلف على الأقل نحو 150 مليون يورو. ثمة 16 صاروخاً نووياً مخزناً داخل الحجرة المتينة بشكل أفقي، كل في أنبوب إطلاقه. الصاروخ أسطوانة طويلة ارتفاعها نحو 12 متراً، وقد يبلغ وزنها 54 طناً. تقدر سرعته بنحو 15 ماخة وتعادل نحو 18 ألف كيلومتر في الساعة. لدينا أنبوب إطلاق الصاروخ والصاروخ داخله، وهو صاروخ أريان صغير الحجم، أي يشبه صاروخاً فضائياً ينطلق بثلاث مراحل. يتجاوز طوله 10 أمتار، وهذا يتماهى بشكل كبير مع قطر الغواصة. ضعوا في حسبانكم أن الغواصة مصممة حول الصاروخ وليس العكس. يمثل كل من 16 صاروخاً قوة هجومية مهمة يمكن مضاعفتها لو زودت برؤوس حربية نووية. هذه صواريخ من طراز M51 تزن نحو 50 طناً، ما يجعلها أكبر بكثير من الجيل السابق M45. حلت صواريخ M51 مكان M45 عام 2010. يعتمد الردع على قدرتها في إلحاق ضرر مدمر بالعدو، أي الدولة المعادية، حال مهاجمتها المصالح الحيوية لفرنسا. ضرر مدمر، قد تبدو تلك لهجة بربري، لكن أبقوا في البال أن على كل غواصة حاملة للصواريخ البالستية هناك احتمال وجود مئات من قنابل هيروشيما من حيث القوة الهجومية. مدى صاروخي من التطورات الكبيرة في تاريخ الغواصات الحاملة للصواريخ في البداية كان أقل من 3000 كيلومتر في الغواصة ريدوتابل، أما مداه الأقصى فسر رسمي. مدى الصواريخ وتركيب الأسلحة على قوتنا النووية في الغواصة معلومات بالغة السرية. أيمكن للضربات الموجهة والضرر المدمر أن يصل إلى أقصى الكوكب؟ لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال. لو أخذت الكرة الأرضية وبدأت من نقطة ما شمالية أيرلندا ورسمت خطاً لنقل طوله 8000 كيلومتر يجتاز القطب الشمالي كله، فسترى حيث تصل. ستصل إلى المكان الذي تريده، لنقل في الصين وكوريا. يتجاوز مداها 8000 كيلومتر من غواصة في مكان ما شمالي الأطلسي، ولنقل ليس بعيداً عن فرنسا وحلفائها. لذا نعم، 8000 كيلومتر كافية جداً كمدى لصاروخ. إن اضطرت الدولة إلى تنفيذ ضربة نووية من غواصتها الحاملة للصواريخ البالستية، يعطي رئيسها الأمر بذلك إلى الغواصة مباشرة من دون أي وسيط. حال إعطاء الرئيس الأمر، ينتقل ذلك عبر واحد من مراكز البث البحرية الفرنسية في روني في منطقة أندر. عملياً هذه الصواريخ عالية جداً، يبلغ ارتفاعها ارتفاع برج إيفل، وهي قادرة على إرسال إشارات قوية جداً منخفضة للغاية، قد تصل أطوالها الموجية إلى أنحاء العالم.
منذ إطلاق غواصة ريدو تابل سنة 1972 يعمل مركز باتي روني على الاتصال بجميع الغواصات الفرنسية. تشفر الرسائل ولا يمكن فك الشيفرة سوى على الغواصة، وبذلك عادة ما يكون قائدها هو الذي يفك الشيفرة. بينما لا يمكن للغواصة إرسال إشارات إلى البر، يمكنها تلقي الأوامر المشفرة عبر هذا اللاقط السلكي القابل للسحب المثبت بشكل خفي على عمق نحو 10 أمتار من سطح الماء. من الرئيس يأتي الأمر بالاشتباك إلى الغواصة بشكل مباشر، ومنذ لحظة تلقي الأمر أطلق الأسلحة النووية نحو أهداف مجهولة. يجب أن يكون طاقم الغواصة جاهزاً لهذه الحالة في أي لحظة حين يأتي الأمر المشفر بالاشتباك إلى لاسلكي قيادة الغواصة. نعم، رسالة عاجلة للقائد. شكراً، تسلمت الرسالة. تلقيت أمراً بأداء مناورة تدريبية، وسنجتمع في موقع المعارك الاستراتيجية للتدريب على إطلاق الصواريخ. تلقينا أمراً تدريبياً، عودوا إلى الموقع القتالي الاستراتيجي. علم سيدي. عودوا إلى الموقع القتالي الاستراتيجي. إلى الموقع القتالي الاستراتيجي الآن. منذ هذه اللحظة سيتقاسم قائد الغواصة ونائبه المسؤولية في وضع شفرة الكمبيوتر التي تفعل أنابيب إطلاق الصواريخ. سأجمع الوثائق والمفاتيح التي تمكنني من الوصول إلى الموقع القتالي المخصص لي، وبمساعدة نائبي سأتمكن من إعطاء شفرة الإطلاق رسمياً. بينما يتجه القائد إلى موقع عمليات القيادة البحرية، يتجه نائبه إلى موقعه القتالي في قسم آخر من الغواصة. يعبأ الجميع ويكون النشاط على أشده، يجتمع الكل في محطته القتالية ليكونوا جاهزين لإطلاق الصواريخ. أتوجه إلى نقطة فحص الصواريخ وأظل منفصلاً فعلياً عن القائد خلال عملية الإطلاق، ما يضمن أن لا أطلق الصواريخ بمفردي ولا يستطيع هو إطلاقها بمفرده أيضاً. نتجه الآن نحو نقطة فحص الصواريخ حيث لا يمكنكم التصوير. لما لا؟ لأنها سرية. مفهوم، لا يمكننا التصوير. يجب أن تفعل قيادة الغواصة الثنائية شفرات نووية من دون احتفاظهما بجميع أسرار المناورة المبرمجة من قبل هيئة الأركان العامة. لست مضطراً إلى القلق في شأن الهدف الذي سنطلق الصواريخ نحوه. منذ لحظة إطلاق الصاروخ تختفي كتلته البالغ وزنها 53 طناً عن النظر، ولا نعرف إلى أين وجهتها. كل واحد من 16 صاروخاً جاهز لإطلاقه من فتحة. صاروخ وزنه أكثر من 50 طناً يندفع من أنبوبه ليتبع بداية مساراً تحت الماء. في المجموعة البحرية نحمل معنا ما يسمى مولد الغاز، ويظل على الغواصة وهو يعطي الدفع الأولية للصاروخ عبر الماء. قد يكون ضرورياً لإطلاق عدد من الصواريخ واحداً تلو الآخر، لذا ينبغي تصميم سلسلة الإطلاق بصورة ممتازة. تفعل المرحلة الأولى حال وصول الصاروخ إلى سطح الماء، وتنفصل مراحله واحدة تلو الأخرى. تذكروا أن عملية الإطلاق تجري بسرعة تقدر بأكثر من 15 ماخة، أي أكثر من 18 كيلومتراً في الساعة، وتتحرر الرؤوس النووية خلال مرحلة الارتقاء. الهدف إطلاقها بشكل متباعد خارجياً، لذلك لن تطلق 6 أو 4 أو رأسان في وقت واحد. في النهاية يمكننا نشر الرؤوس فوق أهداف عدة. نستهدف هذه الأهداف في مواجهة دولة معادية يصعب عليها المواجهة بشكل كبير. يدخل الرأس الحربي النووي الغلاف الجوي خلال 10 من الثواني، مقارنة بمكوك الفضاء الذي يستغرق نحو 20 دقيقة لدخول الغلاف الجوي. حال وصوله إلى أهدافه المحددة، تسبب الأسلحة طاقة هائلة على شكل حرارة وانفجار وإشعاع لما يسمى الضرر المدمر. هذا حل جذري يلوح بالتهديد الأكبر من حيث الردع النووي. ثمة مفارقة مهولة، أي أننا سنصنع أفضل منظومة ممكنة لضمان عدم اكتشاف مكان الغواصة لإطلاق الصواريخ منه، على أمل ألا نضطر إلى إطلاقها، وهو في النهاية ليس أجمل سلاح نمتلكه.
ستظل الغواصات الأربع الحاملة للصواريخ الباليستية في الجيل الحالي مدة طويلة الحاملة القياسية للقوة النووية الفرنسية وصناعتها، إذ تقدر حياتها ب 35 سنة، لكن سرعان ما ظهر سؤال عن الجيل الذي سيخلفها، وهناك خطط لجيل مستقبلي. نحن في مرحلة التصميم التمهيدي للجيل المستقبلي الثالث من هذه الغواصات. سنشهد حتماً تطورات في صاروخ M51، ويحتمل خلال حياته أن نشهد تطورات في الأسلحة النووية التي يحملها. ما زلنا نعمل على تحسين منظومة السونار والتخفي للحفاظ على أفضليتنا ومناعتنا ضد الأعداء. يفترض أن يبدأ تطوير الجيل الثالث عام 2020 لإطلاق غواصة جديدة حاملة للصواريخ الباليستية عام 2030. من أول غواصة ريدوتابل التي أطلقت عام 1972 إلى الغواصات الأربع التي تتناوب على الخروج في دوريات من قاعدتها في إيلونغ، لم يضعف التأثير الرادع لسلاح الأعماق هذا قط. تحكم ذاتي غير محدود تقريباً وتخف تام في الأعماق، القوة النارية الاستثنائية المحتواة داخل 16 صاروخاً، الغواصة الحاملة للصواريخ الباليستية حجر الأساس في القوة الفرنسية النووية الرادعة، وستظل كذلك في المستقبل المنظور.